عاجل شاهدوا في هذا الفيديو لحظة حدوث زلزال حماس سورية بشدة 5.2 درجة على مقياس ريختر في ظهر اليوم الجمعة. وفي التفاصيل، وقع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في وسط سوريا اليوم الجمعة 16/8/2024. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 4 كيلومترات قرب مدينة السلمية في محافظة حماة. وأوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا إن الزلزال شعر به سكان المحافظات المجاورة بالإضافة إلى جنوب تركيا وشمال الأردن، وهذا ثاني زلزال يضرب ريف حماة خلال هذا الأسبوع، وشعر الأهالي في محافظات سوريا عدة في هذا الزلزال. نتمنى السلامة للجميع، سنوفيكم بأي تفاصيل إضافية حال توفرها. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.